بينما الشح فيديوهات. عبيش فيديوهات. الحين نبدأ نصور. يلا. كيف أنتو؟ كيف أنتو؟ كيف حالكم؟ كيف كيف كل كيف كلنا حالة؟ أيوة. إحنا قد شفنا الفيديو رقم 3 الذي هو هانا والآن نشوف الفيديو رقم 2 حق مسابقة مؤثري اليمن. الله بسم الله. سلام وعليكم. توقع أنهم جلسوا مع بعض هكذا فكروا أنه إيش رأيكم بدل ما أقول سلام عليكم هكذا بس على الناس الطبيعيين أقول سلام وعليكم. فكرة رهيبة. الله على الرهابة اللي في كنز. أنا دعبوش. إحنا صناع المحتوى. كيف إحنا صناع المحتوى؟ أنت ما تقدرش تبزّ التلفون وتصور أي حاجة. ركيزتنا الأساسية في تطوير محتوانا هو الانتقاد. والانتقاد نوعين. ليش ما بدأ الفيديو هكذا؟ ولا صعب أيوة صعب. هو نوعين. انتقاد بناء وانتقاد هداء. مشتيش أكون أوقف الفيديو كل 3 ثواني بس الوجوه هذولك عيشن يعني هل هن تمثيل؟ إذا هن تمثيل أي من هو الذي بفعل هذا الوجه في الحياة الصدقية ولا يعني كوميديا؟ شوفوا خلونا نتفق أنه الناس إذا مشوا مضحك ما يوقعش مضحك تجي تتعب في صناعة محتوى وصناعة فيديو ويدخل واحد يقول لك يخ ما هذا أنا ما بتستحيش مضحك يا اخي ما بخذش قلبك ليش هذا النقد الهدام الذي يحطمك ويخليك تتعب نفسيا وما يخليك اهو خاطي في امان الله وفي سلامه يحطمك ويدمرك ويخليك تتعب نفسيا انا نقد بناء النقد البناء هو الذي يا اخي انا يعجبني دائما الفيديو هذا تابعك اول باول الفيديو الاخير لو كنت ركزت فيه في الفكره حقك في الاعمق كان شيء افضل كثير اتمنى الفيديوهات خلاص ارجع انا ضك حترجعي عاقي يوم الاثنين انا بتستحوش ما بيحش في قلبكم انتو اخي انا يعجبني دائما الفيديو هذا تابعك اول باول الفيديو الاخير لو كنت ركزت فيه في الفكره حقك في الاعمق كان شيء افضل كبير اتمنى الفيديوهات الجايه انك تعمق في مواضيعك وموفق ان شاء الله هذا الانتقاد البناء محتواك الى الافضل فاتمنى من الكل انه يفعل هذا الشيء وينتقد انتقاد بناء عشان يطور من نفسه فاتمنى من كده رجعي هيسمع هذا الحين يوم ما ادري لو قد وجهها دوبي حاكينا منها انا اللي يطور من نفسه طور من نفسك لا اقصد انتقد بناء في اصوات ما بش لهن داعي ما بش لهن مضحكات ولا بيوصلين فكره ما ادري ليش يعني تخل اللي بيستخدموا هذه الاصوات انه عايستر اقول ايش مشتي يعني مثلا انتو خبل اين امزاع انتو خبل ايوه امزاع قعور رجال لا اقصد انت ايش قصتك ليش يقول قعور رجال قد فعل الصوت بس شوف ما فعل لانه نقد بناء هذا الابداع هذا لما تعرف الحين تستخدمه تستخدم شل ابداع اقصد انتقد بناء اول شيء خلونا نتكلم عن الموضوع نفسه النقد الهدام والنقد البناء مستحيل انه يوقف النقد الهدام ادي لكم مثال شوف نفتح ايش معزوفه لبيت الصح حلوه بيت الصح شيء حلوه معزوفه لبيتهوفن فيها 20,000 ديسلايك يعني هذول ناس دخلوا سمعوا بيتهوفن ما اقدر اسوي احسن منه ديسلايك لازم صانع المحتوى يعرف من يسمع لاعبين الكره دائما يصفروا عليهم بس لو خرج والمدرب قال له انت ما تصير تلعب يتاثر لان المدرب فاهم ما عاد يجي يسمع لي واحد في الجمهور ما يشوف فاهم حاجه في الكره ولا يصير يلعب كريشاتيلها نافال بعدين هذول الذي بيدخلوا ينتقدون نقد هدام هم بدوا رايهم فينا هل بس قد سمعوا راينا فيهم يعني توقعوا انه لو نلقاهم نحن نقول اوه هذول اشخاص رهيبين شوفوا الى الان الفيديو هذا يعتبر نقد هدام احنا كيف نفعله نقد بناء اقول لكم كيف صديقي العزيز عبد الغني الوصابي شرطة دعبوش إنني أحد المعجبين بما تقدمه من إبداع وجمال فني رهيب وما يرحمش ولكن الأصوات اللي ما لهاش داعي وأتمنى أيضا لو تكون تبعد عن الكاميرا شوي صديقك المخلص والعزيز مازن
السلامة.